نبدي نشرح الجزء الآخر. هنا يكون تغيير بالسؤال، راح يعطيني سيستم ماتي، هذا بي كي الجين وبهاي المعادلة جي اللي هي جي هنا، دي يقول لي افرضها 1 على اس زائد 1 لكل اس 4. زين، وبها فيدباك. زين، هنا عندي المشكلة بس الكي، لان يعني هنا لما استخرج هذا، اذا اريد استخرج ترانسفير فانكشن مال هذا السيستم، راح اقول كي في الجي، بعدين كله فيدباك اخذ القانون مالته. هذا الشيء ماخذيه وعرفناه بين الكورس الاول، فما له عيده. فلما ناخذ الترانسفير فانكشن مالته، راح تطلع لي المعادله مالته الاخيره اللي هي كي على اس زائد 1 كل اس 4 زائد كي. هاي اس واي زائد 1 كل اس 4، راح افك القوس مالته، راح تصير اس اس 4 زائد 4 اس تكعيب زائد 6 اس تربيع زائد 4 اس زائد 1 زائد كي. هذا الكي، هذا الكي، هذا كل القوس اللي هو يمثل لي هذا كله. زين، ورا هسه شو اسوي؟ باعتبار صارت عندي هاي المعادلة، صح؟ احنا قلنا ناخذ المقام اللي هو هيات المقام، باعتبار فكيت القوس طلع لي هذا المقام. نفس الخطوات، اول شيء ارتب منه على اس اللي هو الاس اس 4 الى اصغر اس اللي هو الاس اس 0. هاي اس اس 4 اذا الاس اس 0، اجي اعوض هنا ايش عندي؟ هذا الاس اس اس 4، الاربعه هاي عدد زوجي لو فردي زوجي، وين هنا هيات الاس اس 4 عدد زوجي، فاخذ الاسات اللي اس عدد زوجي واعوض قيمها. اول شيء ابدي من على اس اللي هو الاربعه، بعدين الاثنين، بعدين الاس اس 0. هذا الاس اس 0 هاي 1 زائد كي كله باعتبار مضروب في اس للاس 0. زين، اذا 1 زائد كي هذا كله يعتبر معامل واحد مال كله، شنو مال اس اس 0. المهم، فالاس اس 4 اس اس 2 الاس اس 0، الاس اس 4 ايش قيد؟ 1، هاي كتبت 1. الاس اس 2 ايش قيد؟ 6، هاي كتبت 6. الاس اس 0 ايش قيد؟ 1 زائد كي، كتبت 1 زائد كي. كيفي انا اقول، انا اشرح غلط. زين، وراها اجي على الاس اس 3، ابدي بالاس الاعداد فرديه، هاي الاس اس 3 والاس اس 1. هنا اس اس 3 ايش قيد؟ معامله 4، والاس اس 1 ايش قيد؟ معامله 4. اكو بعد عندي؟ لا، فهنا انا باعتبار اكو 0. زين، وراها راح استخرج هنا البي 1 مثل ما احنا سميناه، هنا البي 2. البي 1 راح يساوي لي 1 في 4 ناقصا 6 في 4، 1 في 4 4 ناقصا 6 في 4 ايش قد؟ 24، مو اي 24، ف 4 ناقصا 24 راح يطلع ناقصا 20، مضروب في سالب اللي هو مال القانون، راح يصير 20 تقسيم 4 اللي هو الرقم مال الكولوم الاول الاقرب للمجاهيل، راح يصير ايش قد؟ 5. اذا هنا 5، هذا الشيء شرحناه. وراها اذا اريد استخرج هذا البي 2، البي 2 قلنا هذا الكولوم الاول والكولوم الثالث، هذا 1 في 0 0 ناقصا 1 زائد كي في 4 تقسيم 4، ال 4 وال 4 راح تروح تبقى ناقصا 1 ناقصا كي، كلما مضروب في ناقص راح يبقى 1 زائد كي. اذا البي 2 هو 1 زائد كي. اذا استخرجت البي 1 والبي 2، طبعا هنا المشكله تلاحظون اكو كي بالموضوع، ماكو ما قاعد تطلع لي ارقام. زين، هسه شلون نستخرج قيمه الكي؟ راح اجي استخرج السي 1 والسي 2، نفس الشيء اسوي بالضبط، اخذ هذا الكولوم الاول والكولوم الثاني، اعمل استخرج هذا السي 1. الاربعه اضرب في هذا الجزء، خلينا نسويه 4 5 4 1 زائد كي، مضروب كله في سالب تقسيم يا رقم تقسيم 5، 4 في 1 زائد كي ايش قد راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 4 زائد 4 كي ناقصا، هذا كي مو اكس، ناقصا 4 في 5 ايش قد؟ 20، كله تقسيم كله مضروب فيه سالب، ايش راح يصير؟ كله مقسم مقسم على 5، اذا راح يصير باعتبار ناقص 4 ناقصا 4 كي زائد 20 تقسيم 5، اذا باعتبار راح يكون 20 ناقصا 4 ناقصا 4 كي الكل تقسيم 5. زين، هذا شنو؟ هذا هو مثل هوياته، هو السي 1. السي 2 راح يطلع لي 0، لان كولوم الاول هذني 4 5، كولوم الثالث 0 0، اذا السي 2 0. اجي اذا اريد استخرج الاي اللي هو شنو؟ باعتبار هذا الجزء في هذا الجزء، هذا الكولوم الاول هذا الكولوم الثاني تقسيم هذا الرقم، في 5 في 0 0، 1 زائد كي في هذا الجزء تقسيم هذا الجزء، هذا الجزء اللي راح يختصر يبقى بس 1 زائد كي. طلعت لي ذني كملت هسه من الحل. هسه هنا شلون اعرف السيستم مالتي مستقر او غير مستقر؟ ما اقدر، لان الواحد عندي اعرفه، الاربعه اعرفه، الخمسه اعرفه، بس هنا كي الكي قيمته ما اعرف ايش قد، فلازم استخرج قيمه الكي. شلون استخرج قيمه الكي؟ اجي على هذا الجزء 20 ناقصا 4 ناقصا 4 كي تقسيم 5، من هذا الجزء اعرف شنو
الكي قد قيمته؟ اول خطوه شو نسوي؟ اقول الكي لازم يكون اكبر من الصفر، كي اكبر من الصفر. زين، المعادله ما تلبيها كي شنية هاي؟ 20 ناقصا 4 ناقصا 4 كي تقسيم 5 اكبر من الصفر، صح؟ زين، شو حسوي؟ هاي 20 ناقص 4 ناقص 4 كي ايش قد يساوي لي؟ يعني باعتبار ناقص 16 ناقص 4 كي على 5 اكبر، هم كسرتني بهذا، اكبر من الصفر. زين، هاي الخمسة راح نقلها الطرف، اذا 16 ناقص 4 كي اكبر من الخمسة. زين، اذا وراها شو نسوي؟ هذا الكي هنا اشارته السالبة راح نقلها للطرف، والخمسة اجيبها للطرف. اذا ايش راح يكون؟ 16 الخمسة تجي هنا شو تصير؟ ناقص 5 الكي يروح هناك شو راح يصير؟ 4 كي. فاذا 16 ناقص 5 11 4 كي، اذا ال 4 كي اصغر من 11، يعني شنو؟ 11 تقسيم 4 شيء راح يساوي لي 2.75 كي. هنا ايش طلع لي؟ الكي اصغر من 2.75، واحنا قلنا الكي لازم يكون اكبر من الصفر، اذا الكي اصغر من هذا الرقم واكبر من الصفر. اذا الكي القيمه مالته اذا اريد السيستم مالتي يستقر لازم اعوض بدال الكي برقم صاير بين ذني الفترتين بين الصفر وبين 2.57. هسه اذا اجي اعوض بهاي المعادله، بهاي المعادله اعوض مثلا رقم بين الصفر، اختاروا رقم بين 0.2.75، يدي احكوا ما تختارون مثل، يلا انا اختار مثلا، اختار واحد. اذا عوض هنا انا واحد، ها زين، اذا عوض هنا انا واحد 20 ناقصا 4 16، 4 في 1 4، اذا 16 ناقصا 4 ايش ما ادري ايش قد يطلع لي؟ 12. 12 تقسيم 5 راح يطلع رقم بالموجب، انا اللي يهمني رقم بالموجب، ما طول طلع رقم بالموجب، اذا ها هي ما تطلع رقم الموجب. ليش؟ يعني هنا انا قلت اذا اريد اعرف السيستم مستقر راح اخذ الكولوم هذا الاول كله، صح؟ انا عندي هذا الكولوم، اذا الكي عوضت، مو وياك، اذا الكي عوضته واحد فهنا راح يطلع لي رقم بالموجب اللي هو شنو؟ قلنا 12 تقسيم 5 اللي يطلع تقريبا 7، ما في شيء الا قسم 3، ما في شيء 12 تقسيم 5 2.4. فهنا راح يطلع 2.4، هذا عدد موجب 2.4، وواحد زاد كي، الكي ايش قد فرته؟ واحد، واحد زاد واحد 2، اذا 1 4 5 2.4 2، اذا ما طول عوضت الواحد اذا طلعت لي سيستم مستقر. اذا مختصر الحكي، لما يجي هيك سؤال يعطيني سيستم مضروب فيه الكي والكي ما اعرف ايش قيمته، اول شيء طلع ترانسفير فانكشن مالته، ترانسفير فانكشن مالته طلعت لي هاي، اخذ المقام هذا المقام، فتحت الاوس، زين طلعت لي هاي المعادله، هاي مال المقام. زين، من هاي المعادله مال المقام سوي نفس الخطوات اللي سويتها، بس هنا راح يكون عندي كي، فهنا أنا اخذ هذا الجزء مال اس 1، اقول هذا لازم يكون اكبر من الصفر، انقل واشوف الكي بين يا فتره ويا فتره. اذا هنا أنا ما دا استخرج قيمه واحده للكي، دا استخرج الفتره اللي يكون بها الكي بين رقم وبين رقم، وانا اعوض يا رقم اريده راح يطلع لي يكون السيستم مالتي مستقر. يعني دا يقول لي باعتبار الكي سوري، اذا السيستم مالتي اريده يكون يستقر لازم اعوض الكي برقم يكون بين الصفر وبين 2.57. هذا هو حل السؤال. لهنا انا اني فاهم، وراها شي يجي، خلينا نشوف شي يجي. جعفر هوم وركات ايش عنده؟ خلينا نشوف وين الهوم وركات. هذا ما شايفه، ما اعرف شنو هذا بيه، نفس الحكي. لا شوف هذا السؤال نفس الشيء، عندي هنا السيستم هذا اخذ فيدباك طلع لي هاي المعادله مالتي مال المقام، سوينا نفس الشيء، هذا الكي اخذنا هذا الجزء، سوينا قلنا هذا الجزء يكون اكبر من صفر اللي هو ياتي، هذا الجزء اكبر من صفر، هذا اشارته كلها سالبه راح نقلها للطرف، فراح يصير 9.7 اصغر من الاثنين، فالكي راح يكون بين الصفر وبين 14 على 9. ليش؟ لان هذا الجزء كله يتقسم على الاثنين فيصير 14 على 9، فاذا كي اكبر من الصفر واصغر من 14 مال 9، اعوضه هنا ويطلع لي شو اسمه القبله، هذا اللي الامثله نفس اللي حليناه. زين، وراها شي يجي.
هنشوف شنو يجي هنا. أنا بقت شغلة، شوفوا بهذا السؤال الفترة طلعت لي بين الصفر وبين ال 14 على 9. 14 على 9 على 9 ايش قيت؟ هي 1.55، يعني الكي، سوري هذا مو كي، هذا كي، الكي اصغر من 1.55 واكبر من الصفر. هنا شوفوا ايش يقول لي، تذكروا الكي فتراته بين الصفر وبين شنو؟ 1.55. هاي 1.55 ظل يستمر. زين يقول هنا اذا الكي واحد اذا السيستم مالتي ستيبل، اذا كي 1.55 السيستم مالتي اوسيليتور، يعني دي يذبذب، يعني بي تموجات، يعني بي اوفر شوت. اذا كي مالتي 2 يعني عبر هاي الفتره 1.55 اذا السيستم مالتي راح يكون انستيبل. ليش؟ لان لازم اذا اريد السيستم مالتي يكون ستيبل لازم بين الفتره الصفر وبين الفتره 1.55، هاي الاثنين مو ما صار ضمن هاي الفتره، اذا السيستم مالتي راح يكون ستيبل. اقول لك، هو قال لكم بمحاضره اذا كي اكثر من قيمه شو يصير؟ لو بس قال استخرجوا قيمه الكي. مثل ما سمعتوا قال استخرج الرينج مال هذا الكي. زين هذا الهوم ورك يقول لي استخرج من الرينج مال هذا الكي، بس هنا عندي تي. نشوف هذا شنو الهوم ورك الثاني، يوز روث كريتيريون تو فايند ذا رينج اوف كي فور ستابيليتي. هنا من عندي كي، حاولوا تحلوهن لان انا بعدني ما قاريهن. الحل مالته موجود اعتقد، حل الهوم ورك موجود؟ ما موجود. زين هسه هنا راح ينتهي هذا الفيديو، هذا كان موضوع مال كي الجين. الى اللقاء. مثل ما قلت لكم هوم ورك ما راح احله، الوقت تاخر، ما صار عندي وقت، عندي اشغال مهمه. فالى اللقاء، حلو، حاولوا بيه. اكو فكره بيه بالهوم ورك قبل لا اروح؟ شلون؟ شو نسوي؟ زين اذا شفت بي فكره او دز على القناه كرساله، يعني اقول لكم هذه تي والكي نسوي بي، لا بعدني يعني ما شايفه. يلا الى اللقاء.